أزمة المهاجرين غير الشرعيين في جنوب آسيا ما زالت تصنع الحدث، فقد قامت السلطات البرمية بجلب أكثر من 700 مهاجر إلى أراضيها بعدما كانوا عارقين في عرض البحر لعدة أيام على متن سفينة مضبوطة. وبعيدا عن أعين الصحافة، قامت بترحيل بعضهم إلى بنغلاديش على أساس أنهم ليسوا من بورما، بينما احتفظت بالبقية. قضية المهاجرين طفت إلى السطح وسلطت الضوء على معاناة الروهينجا والبنغلاديش، كما فضحت بعض القيادات في تايلاند التي تدير شبكات لتهريب المهاجرين. فقد تم اعتقال ضابط من الجيش التايلاندي بتهمة تهريب البشر، وهو مستشار رئيسي في الجيش التايلاندي ويواجه عدة اتهامات منها استعباد البشر واحتجازهم. نائب رئيس الشرطة التايلاندية يقول: حاليا أصدرنا 84 مذكرة توقيف، 51 متهما إما أوقفوا أو سلموا أنفسهم، 33 لا زالوا في حالة فرار. ورغم أن بورما وبنغلاديش التزمتا بالتصدي لجذور ظاهرة الهجرة، إلا أن بورما رفضت انتقادات الأمم المتحدة التي طالبتها بتحمل مسؤولياتها إزاء كل سكانها خاصة الروهينجا المسلمين.